خرج يدين مع الضمام لهذيك الناموسيه واش نق على هذاك الشاف ديال الاموال. قال لي تيبان لي هاد لا ماشين ما غتوصلناش هاد الليله، وكما تتشوف ما بقاش ليا بزاف ديال الوقت. دابا خاصني نعطيك اخر تعليمات، الا مت هاد الليله هذيك لا ماشين خاصها تغبر من الوجود، والناس ديال لي بارون ديال ديدال ديال اليو اس الفرع ديال امريكا كلهم خاصهم يموتوا. انا متاكد بلي هما اللي مورا هادشي كامل. كانت اخر كلمه خرجت من فم البارون، وكانت البدايه ديال الحرب وسط المنظمه ديال ديدال، البول اوروبيا كونتر البول يو اس. سبونسر ديال الفيديو الاخوان غادي يكون هو ونيكسبت. ونيكسبت واحد لابلاتفورم تتخليك ترى على الفروق المفضله ديالك ولا الفروق تتابعها، وكل شيء بالتليفون. وبيان سور خاص يكون واحد الانسان مولف تيكوت الماتشات. نهار الاربعاء كاين ماتش ديال مانشستر يونايتد وتشيلسي، الا دخلتي بالكود برومو ديالي اللي هو بلقى 23 غير غتدخل عندهم للسيتي، يعطوك بونيس في 2600 درهم. غادي نخلي لكم هادشي كامل الاخوان في اول تعليق. حد سعيد للجميع وكملوا الحلقه ديالنا. ملي تكون خدام مع المافيا وعندك باترون فحال لويجي، عاد تحل عينيك كل صباح تقول هذا نهار جديد تزاد في العمر ديالي. القرارات اللي تتاخد هذاك النهار هما اللي تحدو واش تحل عينيك عاوتاني في الصباح اللي جاي. تتعيش ديما نهار بنهار وبجوج خيالات تابعينك ديالك وديال ملك الموت. تاخد شي قرار ماشي هو هذاك تاليها في صندوق. فذاك الهونغار كان خاصني ناخذ قرار، بان لي البوس الكبير ديالنا كان تيدير اخطاء وكان خاصهم يتصحوا. يلا بدا شي رجال العمليه ديالو للسويدي باش يقطع عليه يديه كما اتفقوا مع الويجي ويصيفطوه في حالاته. تحل الموطور وجبد 9 ملليمتر. الكانون ديالي بوا هذاك الصباح 3 ديال القرطاسات، جوج الشيريجيان في راسو ووحدة يتيمة للسويدي. كان عنده الزهر مات مبنج وما يحلش عيني مخلوع في الجهة الأخرى. قال ويجي مصدوم وما فاهم والو. ثلاثة ديال القرطاسات بدلوا لي البروغرام كامل، جوقوا علينا دوك لي زيغلوندي وجبدوا الكاليبر ديالهم تا هما، ما كانوا فاهمين والو. قلت لهم هاد الجوج لي ماتوا هاد الصباح ولاو ايرلانديين في حالكم، خاصهم يتدفنوا في هاد الارض وعمر شي واحد يعرف لهم الطريق. بقاو تيشوفوا في بعضياتهم وما زادوش معايا الكلام، كانوا عندهم اوامر من الفوق. هزوا هادوك الجوتات وتحركوا بهم خارج الهونغار. فهاديك اللحظه حسيت بالبوس ديالي كان باغي يقول بزاف ديال الحوايج. نورمال كلمته طيحت عليه الارض قدام فرانكي والناس كاملين. تحرك الكونطوار ساكت بحال شي خيال وسرب عليه دوبل ديال البوربو. ما بغاش التصبين ديالنا يكون قدام عباد الله باش ما تنتعشرش البلبالة ويبقى شوية ديال الاحترام. خرج انا وفرانكي قدام الهونغار وبقينا واقفين على دوك لي زيرلوندي حتى دارت الخدمة المزيانة اللي قلت لهم. حيدو لهم السنان والضفران قبل ما يلوحهم في واحد الحفرة عائلية. قلت لهم حيدو لهم السنان كاملين باش يبقاو مجهولين وعمر ما تعرف ليدونتيتي ديالو. ملي طرا هداك البلان بيني وبين الباترون فرانكي بقى ساكت. خرجت من فمو كلمة وحدة، قال لي خاصك تمشي تشوف الويجي، تيبان ليا كاين مشكل صغير معاه وخاصك تحلو هاد الصباح وقبل ما ندخل لهداك الهونغار. هو يشتني من دراعي قال لي ما عندك مناش تخاف، الا تعطاني شي نهار لور غيكون هو الوحيد اللي ما غاديش ننفذ. قلنا لي بوك انا فيتا لا مورتي. ملي وقفت على البوس في الكونتوار لقيتو مدمر بالشراب. نزل على قلعة 35 في ظرف نص ساعة. جبد يديه تترعد من هذاك الموطو وقال لي هادشي اللي طرا هاد الصباح كونترا يا مادون سالفاتوري، ما كانش غيكون عندك الوقت باش تحضر للدفين ديال هادوك الجوج. اليوم طيحتي كلمتي للارض وشفتي على بالكروكو ديالك قدام عباد الله كاملين. كان هاز واحد الكاس وتسمع لي كلاصون تترعدو وسط هذاك البوربو.
وبقيت ساكت تنتصنت ليه. نورمال كان سكران خاصو يخوي الويجي ما عزش عليه شي واحد يقاطو. قال لي واقيلا نسيتي بانني الويجي بريطة، انا اللي عاوت بنيت هاد المافيا حجره بحجره تا وليتي نمره دوي دي كوزا نوسترا. قال لي منين مات بات مرتك دولا سبيزيا خلى لي عرام ديال المشاكل، شراف باغي نهرفو على البيزنس كامل ديال الميريكان، ودياب نيابهم خارجين على البيزنس. ترمشي لصقو القرطاسة في راسك. وفي اقل من 10 سنين قاديت هاد المافيا صحه، قاديتها بالبيريطه ديالي. فاشي حدا جابوا لي شي جالو قمص ديو معوجه ورد لهم تات الماء. بقيت نفكر واحد شويه على ما يسالي، وغير حسيت بسالة من الثيرابي ديال الان الاعلى ديالو. جبت 9 مليمتر وحطيته لي فوق الكونطوار، كان باقي سخون. قلت ليها ثلاثه القرطاسات اللي خرجوا هاد الصباح زادوا لينا في العمر انا وياك، وخاصك تشكرني عليهم. في خبارك هاد لافير اللي دخلنا فيها كبيره بزاف على المافيا، ضربنا في ليزانتيري ديال ناس كبار في ديدال، هادوك مالين القنب اللي تيحركوا بيديهم العالم بحال شي كراكيز. بزاف منهم غيديروا فايت هاد السيمانه على قبل هاد السكانير اللي كاين في هاد الشومبرا، وما يمكنش يطيحوا قبل ما يقتلوا الناس كاملين اللي عندهم علاقه من قريب ولا بعيد مع هاد لافير. السويدي لقيناه في اقل من سيمانه، وغير جبد عليه فرانكي الشاليمو، قال كل شي بالسميات، ولا تيهضر بحال شي راعي الجامعة في انتخابات. ما فهمتش الويجي كيفاش جاتك الفكرة في راسك باش تخليه يمشي في حالاته. وبالنسبة للشيروجيان كان باغي يلبدا يرجع انسان عادي ويخلص هو لي زامبو. ديدال عطاتو احسن واد لقومة والكونترور زيرو، الحلم ديال اي قتال متسلسل. قلت لي كيفاش دير ثقة في واحد في حال هذا يقدر يبيعك مع الدورة على قبل حياة جديدة. شعلت واحد الكوي باش يوع اكثر من فيديل كاسترو، وقلت له واجي تعرفني مزيان، خدمتي معايا حياتك كاملة، ما عزيزش عليا نبرد شي واحد، وساتهم لما تيكون سبب مقنع. ما فهمتش كيفاش عطيتي الكلمة لواحد دوز حياته كاملة في الجامعات ولي لابو، من النوع اللي تسمع صوت قرطاسة تنعس على كرشو، ومن تشوف باب دارو تتحل تسد عليه في الطواليت بحال شي درية. يوقفو عليه دوز أجون ديال ديدال قبل ما تصرفي قال الأولى، يصيفطهم لنا ديريكتو مور المصبالة. قلت ليه المافيا تخدم مع منظمات ماشي مع ناس عادي، تتعطيك المثال الكارتي ديال ميديلين، المافيا ديال روسيا، تالا خرجت شي نار شي كلمة عندنا معاهم بيزنس يتقدر بخمسة مليار ديال الدولار. قلت لي هاد الماكينة اللي لداخل خاصة ديمونطا وتهرس، وما تكون عندها حتى شي علاقة مع المافيا، وأي واحد تشابه عينيه هاد الصباح خاصو يموت. دار الويجي متعجب وبقى تيشوف هداك جيف لي تيديو، كان ملاهي مع هاديك الماكينة فحال شي دري صغير تيفصل في شي لعبة يلا جابو عليه. وعرف هاديك الساعة الويجي انو مرا دوي لي خدام معاه، تا هو كان وحش كتر منو. قلت ليه الحفرة اللي الخارج مازال ما تسداتش، تتسنى ضيف تالت. هادو هما لي زافير ما يمكنش ندخلو فيهم العاطفة. قال ويجي ساكت، كان تيعرف لي كود ديال المافيا وبان لي الشغل خاصو يدار بهاد الطريقة. قال لي واخا عندك اللوجيك فهادشي كامل اللي قلتي، المرة الجاية استشرني ولا ديرني غير فحال باك، بغيت نشم شوية ديال الاحترام. كوب جوج كيسان وقال لي توتو ابوستو دون تيستا، ومن انسان لينا قال لي عيط لي على فرانكي خاصو يدير خدمتو. كان اقوى قرار خديتو في حياتي. جيف كانت البراءة ساكنة لي في عيني، ولكن ما كانش عندي لو شوا. هادو هما لي زافير، ملي شي صباح تيخماج ولا تيتكونكرينا خاصو يتقطع من الجدر. ملي شارجا فرانكي الاوتوماتيك ضرب لي هذاك الصوت في قلبي، ما كانش باغي هذاك جيف يموت، ولكن فرانكي دار واحد الخدمه نقيه ديال لي برو. هز واحد المغازين كان محطوط فوق الطابله ومشى ضاحك عند هذاك جيف، قال لي سالينا الخدمه ديالنا، اجمعوا قلوعنا ومشوا لشيكاغو، شوف الطونوبيل اللي تتسناك في شيكاغو. ويلا حضر عيني مسكين اللي تيدوم باش يشوفها. كان ديجا طارت لي شقفه من راسو، ما عرفش راسو كيفاش وامتى مات.
قال لي فرانكي عارف بلا كان قرار صعيب، ولكن خونا راه ما حس بوالو ونتمنى شي نهار لا كنت غنموت نلقى شي بروفيسيونيل في حالي يصيفطني بهاد الطريقه. ستة ديال العشية، المدينة ديال تل أبيب، دولة فلسطين. جوج ديال ليزاجون ديال الموساد واقفين على يوري كوين في الايروبور، ما خلاوش يخرج من البلاد. كان عنده فول تل أبيب لندن، رقدو عندهم في واحد البيرو على ما يجي الشاف ديالهم، وكل مرة كانوا تيدخلو عليه واحد. مرة واحد مزغب تيغسل يديه في واحد لابابو، ومرة واحد آخر تاهو مزغب تيهز الدواسة، وكلهم كانوا تيشوفوا فيه. البلاصه اللي جالس فيها كانوا براكن فيها جوج كاميرات تيديروا لي هذاك الشغل ديال الموساد، بين جايهم شي خبر ولا شامين شي ريحه من البعيد، ولكن ما عندهم حتى شي دليل. مورا الكاميرات كانوا جايبين دي سبيسياليست، هذوك لي سبيسياليست ديال لغه الحركات والجسد. بالعربيه ديالنا كانوا تيقلقلو فيه، ولكن طاحوا في اوري كوين. كان عارف شوارو معاهم، والسيد مسربس معاهم سنين. من بعد خمسة ديال الدقائق حيت صباطو ونصل السيورة وحط كل حاجة في بلاصتها. كان حافظ لابروسيدور وقرب عند الكاميرا، قال لهم ما عنديش الوقت وما بغيش طيارتي تمشي عليا، انا موجود للاستنطاق. وجوج دقائق من بعد دخل عليه واحد القرايدي ضاحك، قال لي شكون اللي قالك حيت السيورة؟ عندنا ليك غير جوج ثلاثة ديال الأسئلة وصيفطوك لطيارتك. كان تيهضر معاه بأداب ولطف. هذيك الدبلوماسية ديال الموساد نابعة بشي واحد ود القاف مقطر ديال بصح. قال لي انا سميتي لاجون سبيسيال يوشي رونسينيمون اكستيريور، عندي لك جوج تصاور وبغيت تقول لي واش تعرف هاد الناس. التصويره الاولى كان ديال السويدي والثانيه ديال الشيروجيا. هذاك الشيروجيا في التصويره كان لابس اليونيفورم ديال الموساد، بقيت يشوف فيهم يوري كوين. وجو كان فحال شي ميت، ترميشه وحده ما داراش. قال لي عمري ما شفتهم ولا تلاقيت معاهم. وفي هذيك اللحظه دخلوا واحد جوج اخرين واحد الباب صغيره، كانوا هذوك لي سبيسياليز ديال لا جيستيوال. قالوا لهذاك لاجون هاد السيد ما عارف والو وخاصنا نرجعوا للطياره ديالو. غنزل يوري كوين في المطار ديال لندن، وعيت لي انا الاول في التليفون. صوتو كان تيترعد، قال لي لافير ديالكم داخله في الموساد وداسين جاسوس عندكم في ليكيب، سميتو هيرمان فيشر نونت كود فورتيك شالوم 08. كان تيترعد في هضرتو وقال لي تتعرفني مزيان، ما تنبغي نادي حتى شي واحد، ولكن الا رجعت جاسوس لتل ابيب الكارير ديالي غادي تسالي وتا الموساد غادي تصفى عليا. شافني معاكم في اللابو الاول اللي مشينا ليه، ويولي عندي مشكل كبير مع الموساد. قام رداد يوري كوين واحد شويه وقال لي واش تقدر زعما تفك لي هذا المشكل. يوري كوين كان عارف تيدير البيزنس ديالو في وسط الموتى، ولكن كان تيبغي يكون بعيد على الدم والاقتلالات. قلت ليه واش بغيتيني نخوي في شارجور دابا؟ غنتقى في جوج كلمات ومشكلك غادي يتحل. وبقى يوري كوين ساكت في هذيك السماعة واحد الساعة ويسمعني تنضحك في هذاك التليفون. قلت لي هاد المعلومات تبيريمو هاد الصباح، الناس كاملين اللي عندهم علاقة مع هذاك السكانير راهم معانقين بلا سنان في واحد الحفرة كبيرة، والجاسوس ديال الموساد اللي خايف منه هو الأول اللي سبقهم على ديك الحفرة. ملي قطع التليفون مع يوري كوين وما يبانو لنا من البعيد خمسة ديال الطوموبيلات دايرين عجاجة موراهم في هاديك لابيست وجايين جهة لونغار. الإخوة الأخوات نتمنى تكون عجباتكم هاد القصة، كنت باغي نديرها هي اللخرة ولكن بان ليا شوية ديال الحماس قلنا نزيدو شي حلقات. شكرا لكم وإلى اللقاء.